والله طبيعة عملنا نستقبل المراجعين اللي عنده حجة وصايا قسام شرعي حجة قيمومة تعرف ولا موافقة من عندنا المحكمة ترسلهم علينا وعلى ضوء الكتاب المحكمة نجاوبهم موافقتنا بعد ما نتأكد من الهويات والمستمسكات المطلوبة ننطيهم موافقة. عملكم على شيء اختصر؟ عملنا يقتصر قلت لك على هاي الشغلات. اثنين بيع وشراء الأراضي والدور اللي بيها قاصرين يعني أحد الورثة قاصرين. عندنا نفقات القاصرين أموال القاصرين هنا تصرف على شكل نفقات تجي الوصية كل مدة معينة اكو نظام ثابت يعني صرفيات النفقات وهاي المراجعين يعني. أكثر الدوائر اللي على تماس معها أنتم يا دار؟ المحاكم. وإيه والمصرف محاكم والمصرف. أما بقية الدوائر اللي عنده موظف مثلا متوفي عنده مبالغ متراكمة تعرف الدوائر كلها يرسلوها علينا بشكل صكوك ونستلمها ونودعها بحسابهم شيء يعني ماشي النظام يعني ماشي بصورة صحيحة وما عدنا أي معوقات الحمد لله. بالنسبة للكوادر وكذا أو الأمور اللوجستية كتب أو متوفر عندنا احنا كل شيء الحمد لله الحمد لله الحمد لله كل شيء متوفر عندنا لا لا الحمد لله كل شيء متوفر عندنا. تعامل باقي الدوائر معاكم اللي قلت المحاكم والله التعامل يعني تعامل حسب الضوابط والقوانين ما عندنا فد شيء يعني يجينا كتاب نجاوب على قد ما يتاخر هذا الجواب ما يعني المراجع اللي يجي تقدر تساله يعني اكثر من 5 دقائق ما يطول عندنا الحمد لله لأن هي بالأصل يعني دائرة مأجورة يعني تعرف هي أيتام كلتها يعني الشغل بها يعني أجر وهو يعني عمل وظيفي بس بأجر أكثر يعني. عندي مراجعة معاملة مع التقاعد مع القاصرين. متى مشيت بيها؟ والله مشيت بيها من البداية صار لي تقريب أسبوع أقل من أسبوع. حولون من محكمة الساحل الأيسر حولون على القاصرين هنا بالساحل الأيمن. فجينا اعتيادي الموظفين هنا جزاهم الله خير راسا وقعوها وقالوا استنسخوها راح الولد استنسخها ورجع عليهم ماكو معرقلات بالعالم ابد ماكو ولا لقينا حج قدامنا يعني ما معناه ماكو معرقلات ما طول ما لقينا حج قدامنا وهذا شيء زين بالدوائر شلون ما زين ونتمنى ان كل الدوائر تحظى هذا الحظو كبقية الدوائر الاخرى ان شاء الله. كم قاصر عندكم؟ 2 اي راح يسوي لهم معامله مع التقاعد ابوهم موظف وتوفى اي فراح يخلون الراتب باسمه؟ باسمه وباسم امهم جاي على قسام الشرعي يعني عندي شهاده وفاه نسيبي فجاي يمشي بالمعامله. وش لي علاقته بالقاصرين؟ امهم تصير ايه فجاي يمشي بالدوله الحكوميه هنا ومشي بالمعامله وما شفت اي ازدحام اي شيء من قبل الموظفين واشكر الموظفين على التعامل. كملوا لكم المعامله بسرعه؟ كملت ما بسرعه كمل ماكو معقد اي معقد ابد ماكو.